أهلا بكم من جديد مشاهدينا. وصلنا لموضوعنا الرئيسي في حلقة اليوم، إذ قرر قضاة بالمحاكم الشرعية عدم الأخذ بعبارة تم الستر عليها، والتي كانت تستخدم في حال تم القبض على فتاة في خلوة مع شاب، إذ كانت هذه العبارة تعفي الفتيات من المثول شخصيا أمام القضاء. ورفض القضاة النظر في ملفات قضايا الاصطحاب والابتزاز من دون إحضار الفتاة المضبوطة في القضية. في هذا التقرير آراء استطلعناها. ازدادت في الآونة الأخيرة قضايا الاصطحاب أو الابتزاز التي تحال إلى المحاكم الشرعية، وذلك بعدم إحضار الفتيات التي يكون طرفاً في القضية وحمايتهن بعبارة تم الستر عليها. شكل هذا الموضوع إثارة للرأي العام بصفته غير منصف، وجعلهم يطالبون بالمساواة. قرر قضاة جدة في المحاكم عدم الاعتداد بعبارة تم الستر عليها وإلزام الفتاة بالحضور، وهذا الأمر أيضاً أثار حفيظة المجتمع بين مؤيد ومعارض. والله بالنسبة للقرار زي ما قلت مسألة شائكة جداً. يعني لو ناخذها من مبدأ الشريعة، الإسلام دعا إلى الستر، المفروض أن القضاة هم أكثر ناس يطبقون هذا الشيء. والمبدأ الإسلامي أنه الستر على الفتاة، بعد كذا المناصحة والنصح يمكن يكون هذا له دور أنها تتعدل أكثر. أكيد أنه يعني الستر يكون أفضل للبنت. فبحس أنه لا أفضل الستر عليها، يعني أنه البنت في مجتمعنا هذا بحس أنه كثير بيحكموا عليها في الشغلات غير أنه الشاب. 90% أنا معها، ولكن 10% ضده، لأنه في بعض الحالات الخاصة جدا أفضل أن تستر على المرأة. يعني هذا رح يكون شيء أفضل ورادع أقوى، وكمان يعني أنه مفروض يعني فعليا يعني أنه تتحاكم مثل الشاب، وبالنهاية هذا رح يكون رادع أقوى وبخوف العالم أكثر، مثلا لحتى أي واحدة مثلا مفكر حدا يعمل شيء غلط أو هيك يعرف أنه لا صار الموضوع مو مزح وما في مثلا ستر ولا هيك، في موضوع جد يعني بيصير. فأنا بتخيل أنه هذا رادع أقوى. المفروض أنه يستر على هذه بنت، يعني غير يختلف عن الشاب. الشاب ممكن يعني يتحاكم، ممكن يتشهر فيه، لكن البنت المفروض الستر عليها، لأن ديننا الإسلامي يحرضنا احنا نستر على فتياتنا وعلى النساء. في حالات ضروري هذا الشيء، بس في حالات يفضل الستر اكيد منها بنت يعني في الاخير. لبرنامج سيدتي دانا دلقموني. إذن مشاهدينا نرحب بالمستشار القانوني وعضو برنامج الحماية الأسري في الحرس الوطني الأستاذ محمد الوهيبي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، هلا حياك الله أستاذ محمد. خليني أول شيء أسألك، ليش القضاة الآن بيتراجعوا عن استخدام قاعدة الستر ويصروا على مثول الفتيات في المحاكم، وليش كمان بدأت من جدة تحديدا في رأيك؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مبدأ الستر هي شعيرة دينية حثنا عليها الدين الإسلامي من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. لا يوجد قرار أو لا يوجد نظام لدينا في المملكة العربية السعودية يسمى بنظام الستر، بل هناك تعميم مستند على هذه القواعد الشرعية صادر من وزير الداخلية في عام 1414 رقم 4517 تقسيم 16، وكان هناك ضوابط لهذا التعميم. طبعا التعميم اللي بتصدر من وزارة الداخلية هي بتكون موجهة لمراكز الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس لها علاقة بالقضاء. فلم يكن في السابق ما يمنع القضاء بالاستعانة أو طلب الفتاة التي لها صلة بالقضية أو بالواقعة، ولا يوجد الآن ما يسمح بذلك. نعم. حيث أن الأصل في ذلك هو السماح للقضاء بطلب الفتاة، بحيث هنا احتمال أن يكون هناك تضاربات في أقوال الأشخاص أو جهة القبض والشخص المقبوض عليه. وهناك أيضا في قضايا الابتزاز أحيانا بيكون للمرأة دور فيها، حيث أن تكون المرأة هي من تسببت في هذا الفعل.
لكن هناك ضوابط في التعميم محمد أيضا. خليني بس أسألك معلش بما أنك ذكرت الابتزاز، يعني أنا شوي ملخبطة في هذه النقطة، في فرق بين الخلوة والابتزاز. الخلوة لو اختلت الفتاة فعليها جزء كبير من الخطأ أو جزء مناصف على الأقل من الخطأ، لكن الابتزاز ليش الوحدة تعرض نفسها وسمعتها في مجتمع ما يتقبل هذا الشيء تروح للمحكمة وتكون، هل العقوبة على الأقل كافية ويعني تستاهل أن الواحد يعرض نفسه للمحاكمة وفي الأخير يكون ابتزاز من الشاب نفسه؟ بس عفوا في جزئية أحب أوضحها. نعم. هي في نقطتين، في نقطة تسمى بالاختلاء ونقطة تسمى بالخلوة الغير شرعية. نعم. الاختلاء هي التي تكون في مكان عام وهي التي لم تذكر وفقا للتعميم، فبذلك يصح بها الستر على البنت وعلى الرجل أيضا. هو المقصود بالستر ليس على المرأة فقط، هو للمرأة أو للرجل. أوكي. أما في قضية الخلوة الغير شرعية وهو أن يكون في منزل أو في مكان مغلق كاستراحة أو كمزرعة أو كمكان غير سهل الوصول إليه. طيب هذه فهمناها. الابتزاز، أنا أسألك عن الابتزاز. التعميم. الابتزاز إذا ثبت أنه العمل اللي قام فيه الرجل ليس المتسبب فيه الأساسي هي المرأة، قد تكون المرأة هي قامت باستدراج الرجل لهذا الفعل لكي هي تقوم بابتزازه بالتنازل عن الدعوة أو بتهديده بإقامة هذه الشكوى. طب أنت كده بتقول قد يعني أنا فتاة مضطرة أنها تطلع وتروح المحكمة وتعرض سمعتها قدام البلد عشان في الأخير قد تكون هي من ابتز الرجل؟ لا عفوا، هو المحكمة ما بتطلب المرأة إلا إن وجدت في ذلك حاجة. يعني إذا كان في حاجة لحضور المرأة في المحكمة لأخذ بعض الاستفسارات أو المعلومات، هذا واحد. اثنين، نعم. لنفترض بأن المرأة كانت شكواها غير صحيحة، أليس من حق الرجل إقامة دعوة ضرر على هذه المرأة؟ نعم. طيب، فبذلك تم وضع هذه الآلية. نعم. لحفظ حقوق الناس وحفظ حقوق الرجال كما هو حفظ حقوق النساء، لكن القضاة جزاهم الله خيرا لا يقوموا باستدعاء الفتاة سواء كانت في قضية ابتزاز أو قضايا أخرى، وذلك حفاظا على المسلمات الاجتماعية الموجودة لدينا، فلا يتم استدعاء الفتاة إلا للضرورة القصوى جدا. نعم. طيب في نظرك أستاذ محمد، إيش أسباب إعادة بعض المعاملات من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام؟ إعادة المعاملات من المحكمة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، أو إعادة المعاملات من هيئة التحقيق والإدعاء العام إلى أقسام الشرطة اللي هي بيكون تحرت عليها الدعوة؟ نعم. بس للتوضيح، التعميم اللي صدر اللي هو خاص من وزارة الداخلية يعطي الحق للستر لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجال هيئة التحقيق والإدعاء العام، فقد ترى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهم من وجهة نظرهم أنه يجب الستر على هذه البنت. نعم. فعند إحالة المعاملة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام فمن حق المحقق أن يقوم باستدعاء البنت للتأكد من البيانات والمعلومات المقيدة في محاضر التحقيق، حيث من الممكن أن يكون هناك تلاعب في محاضر التحقيق أو يكون هناك في ملابسات في بعض الوقائع، فلا يفصل فيها إلا المرأة، ووجود المرأة في هذه الحالة هو لمصلحتها وليس المقصود بذلك الإضرار بها أو التشهير بها. أما بالنسبة للمرحلة الثالثة وهي الأخيرة، هو إعادة المعاملات من المحكمة أو من عند القاضي إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، هو أيضا في الغالب بيكون بنفس السبب، في حالة أنه وجد بعض الملابسات أو اكتشف مثلا أنه كانت هي القضية كانت قضية ابتزاز، فاكتشف من وقائع التحقيقات أن هناك علاقة للبنت للمرأة بالرجل، فبذلك يحق للقضاء استدعاء المرأة للتأكد من عدم وجود أي علاقة غير مشروعة. أستاذ محمد، نفهم كده من كلامك أنك أنت مع القضاء، مع الفكرة الجديدة من قضاة المحاكم في جدة. هي مش فكرة جديدة، بس هي نشأت مع تطور الأنظمة. هي خرجت يعني عن قضايا الابتزاز هذه اللي متعودنا عليه. صحيح. لا، قضايا الابتزاز
قضايا الابتزاز وقضايا التهديد وقضايا التشهير في المواقع الاجتماعية والأشياء هذه ما كنا نسمعها من 5 سنوات، يعني كانت تعتبر دخيلة علينا. صحيح. فعندما عند تفعيل نظام الجرائم المعلوماتية وعند تفعيل هذه الأنظمة والتطوير في أنظمتنا ولله الحمد بدأت تنشأ الأشياء هذه، لكن هو في الأساس لا يوجد من الأساس ما يمنع القضاء أو جهات التحقيق من استدعاء الفتاة. طب برضو أنا أسألك، أنت لا يذكر اسمها في ما إحنا طلبنا من الناس يصوتوا. أنا مع، وذلك للحفاظ على حقوق الطرفين. مع إيش؟ مع إنه الستر مع على الفتاة. مع الستر في حالة إنها كانت تستحق الستر وفقا للضوابط الشرعية. نعم. طيب أنت والله ضيعتني أستاذ محمد، لأنه ما فهمت إذا يعني قلت لي الصورة ووضحتها بس ما فهمت إذا مع الضوابط الشرعية. طب أنت شو الضوابط اللي بالنسبة يعني عشان تكون واضحة لنا؟ عموما أستاذ محمد راح أرجع لك، بس خليني أرحب عبر الهاتف بالفقيه والمفكر الإسلامي السيد عبد الله فدعق. أهلا وسهلا بك سيد عبد الله. مرحبا ست ميشا. أهلين سيد عبد الله. يعني حضرتك منصف السيدات في البلد، وهذه يعني اليوم وصلنا للمساواة انه يبغوا يساووا المرأة بالرجل، لازم حضورها في قضايا الابتزاز والخلوة. ايش رأي حضرتك كرأي ديني؟ طبعا طبعا حنتكلم عن الخلوة والاختلاط والستر ولا ايش بالضبط جدا؟ نعم، هو الستر على الفتاة وعدم حضورها للمحكمة في حال كان في قضية ابتزاز او خلوة. تمام عليه حال، بس يا ريت نصلح الكلمه نضبطها بس ضبط عربي ونقول انه الستر بالفتح وليس بالكسر. طيب الستر اللي هي التغطيه طبعا هي قيمه مهمه بلا شك، ولكن نعم. نحتاج نوعي الناس بها. طبعا عند الحديث صريح واضح هذا الموضوع، ان الله حيي ستير يحب الستر ومن ستر مسلما الى اخره. طبعا احيانا ست ميساء والاخوه والاخوات المشاهدين يفهموا هذا الموضوع، انه الستر احيانا قد يكون فيه ضرر. نعم. وأحيانا قد يكون فيه منفعة، وأحيانا أنا ما أعرف هل فيه ضرر ولا فيه منفعة. فأحيانا يتطلب الأمر إنه هذا الموضوع لا يستر على صاحبه فيه، لأنه القاذورات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فإذا الإنسان أباح لنفسه أن يفعل هذه القاذورات تكون مشاعة اجتماعيا وظاهرة بين الناس، فأعتقد أنه مفروض أنه يعامل معاملة غير المعاملة اللي هي معاملة الستر. طبعا إحنا ما نبغى نفرق يا ستي في هذا الموضوع ما بين، أنا شخصيا لا أريد أن أفرق في هذا الموضوع بين المرأة وبين الرجل. الطرفان في قضايا الخلوة الشرعية مثلا ينبغي أن يفضحا أو ينبغي أن يسترا، الاثنين سواء. ما ينفع أن نتعامل مع الذكر وتعامل مع المرأة بقياس مختلف بالنسبة للستر. نعم. إذا أنت بتكلم عن العقوبة، أنا ممكن فاتني شيء لما كنت بتكلم عن موضوع، تكلمت عن العقوبة ولا ما تكلمت عن العقوبة؟ لا أنا كنت أسأل يعني أستاذ محمد إذا كانت العقوبة اللي راح تنحط على الرجل. طبعا أنا قلت له أنه في فرق بين الخلوة والابتزاز. الخلوة المرأة بتشارك في الخطأ، لكن الابتزاز قد تكون هي الضحية في الموضوع. فهل تستاهل العقوبة أنه المرأة تخرج برا وتروح المحكمة وتعرض اسمها عشان في الأخير قضية ابتزاز، ولا تتحمل وتسكت وتجلس في البيت، ولا إيش المطلوب يعني منها؟ يا ستي أنا زي ما ذكرت لك إنه إذا الطرفان اشتركا في قضية خلوة، بس أنت الآن يا سيد عبد الله يعني أنت بتتكلم عن حالة لسه ما تقدر تحدد مين فيهم الغلط. يعني الخلوة مسكوهم الاثنين، لكن الابتزاز ممكن تكون هي راح تشتكي إنه في واحد ابتزها فيطلب وجودها في المحكمة. طب على أي أساس تكون موجودة في المحكمة وتعرض اسمها وتعرض؟ كيف القاضي بده يصدق هذا الموضوع؟ يعني كيف للقاضي ان يصدق دون وجود الطرف الثاني؟ ما يمكن. يعني اذا اراد القاضي ان يصدق الطرف الثاني لابد يكون موجود وحاضر امامه ما في الامامه. صحيح. المساله محسومه، يعني الطرفان لابد ان يكونا موجودين ان كان، ولا يضر هذا، ما يقدح في 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 عفتها ولا يقدح في شيء ابدا. لكن انت تعرف وضع المجتمع يا سيد عبد الله، يعني هذا الشيء ما هو سهل على بعض، على الاقل بعض المجتمعات في داخل السعوديه. والله انا اعتقد يا ستي طالما نحن بنبحث عن 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 موضوع مساواه وان تكون للمراه نفس نصيب الرجل، فاعتقد انها اذا ابتزت او اذا حصل ابتزاز منها او عليها ينبغي ان تكون ماثله وان تكون حاضره. طب سووه انت اشياء ثانيه وبعدين نوصل لهذه المساواه، على طول ندخل من هذا المدخل. لا مش انت تقولي ساووهم وانا صاحب قرار يا ست ميساء. انا ما لا طبعا انا اتكلم عن مساله شرعيه، اتكلم عن مساله شرعيه، لكن تكلمنا عن الخلوه والاختلاط هذا موضوع ثاني. نعم. طبعا موضوع الخلوة والاختلاط هذا موضوع ثاني مختلف، ما ادري انتوا ناقشتوه او ما ناقشتوه، ما اعرف.
نعم. طيب سيد عبد الله خليك بس معانا، خليني ارجع للاستاذ محمد. استاذ محمد، كلمه اخيره حابب تضيف او تعلق على كلام السيد عبد الله؟ إيه بس انا حبيت اوضح جزئيه او اوجه لك سؤالي اخت ميسم، معليش. في حال ان المراه راحت تقدمت بشكوى ضد رجل وقالت ان الرجل هذا بيبتزني، نعم، فتم احضار الرجل والتحقيق معه، فثبت او افاد بانه يوجد علاقه بينه وبين المراه، فبذلك هل يحق لجهه التحقيق او لجهه التقاضي طلب المراه ام لا؟ طبعا في حال ثبت، انا معك ما نختلف على هذا الشيء، بس في حال انه راح تعرض سمعتها، هو هنا السؤال اللي بساله. صحيح. فأنا بس أحب أعيد وأكرر مرة ثانية، القضاء ولله الحمد حريص جدا على الستر سواء كان على الرجل أو على المرأة، فلا يتم استدعاء المرأة في القضايا الأخلاقية أو قضايا الابتزاز إلا للضرورة القصوى جدا، ولم تبدأ تنتشر هذه الأشياء عندنا إلا من بعد ما قلت لك أنه تم دخول أنظمة جديدة لدينا، وجود ثقافة إلكترونية، نعم، واسعة، وجود نظام الجرائم المعلوماتية، الأشياء هذه. طبعا بس أحب أنوه محمد عن شيء اللي هو التعميم اللي صاد. نعم كمل تفضل. تفضلي. بالنسبة للتعميم اللي هو صادر من وزارة الداخلية، في بعض الشروط وهو أن في يتم إطلاق المرأة أو الستر عليها في حالة لم يثبت أن الرجل قد مارس مع المرأة فعلا محرما، أو لم يسبق أن خلى بها، أو لم يسبق لها أن قبض عليها في قضية مخلة بالشرف والأمانة وليست مشهورة بالسوء. نعم. أخيرا أستاذ محمد، بس باختصار شديد، هل تنصح بتطبيق القانون من جدة لباقي مناطق المملكة؟ بإجابة نعم أو لا إذا ممكن. هو ليس بقانون، هي، نعم، قاعدة شرعية، وأنا أنصح مبادرة القضاء، نعم، لأنه الشريعة دائما هي تحفظ حقوق المتخاصمين في كل في جميع الحالات. يعطيك ألف عافية أستاذ محمد الوهيبي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. أخيرا الفقيه والمفكر الإسلامي السيد عبد الله فدعق، إذا حبيت تضيف بس كلمة أخيرة. والله أنا ستي يعني طبعا لا أميل إلى موضوع إنه الرجل يعامل معاملة مختلفة عن المرأة. جميل. أعتقد إنه كما ذكرت إنه الطرفان في قضايا الخلوة الشرعية ينبغي أن يمثلا، وما فيها أي إشكالية. طبعا الخلوة الشرعية يعني الخلوة بالمفهوم اللي أنا أعرفه، وش، نعم، الخلوة بالمفهوم اللي ممكن أي أحد يعرف، اللي هي الخلوة لا تكون لا في مسجد ولا في صحراء ولا في سطح، ولا تكون في احتمال، يعني الخلوة المعروفة اللي هي يعني الشريعة الإسلامية أباحتها بلا شك ولا ريب. نعم. يعطيك ألف عافية سيد عبد الله، شكرا جزيلا لمشاركتك ووجودك معنا.